الزواج هو سنة الحياة وأساس استمرارية البشر، مثل ما تحكمه كثير من العادات والتقاليد ادخلت عليه بعض المظاهر الجديدة، خصوصاً مع الثورة الرقمية. البعض يرى أنها ضرورة لمواكبة الزمن، وآخرين يقولون أنها حجر عثرة قدام عش الزوجية. خلونا نتناقش اليوم مع الجمهور الموجود عندنا بالاستديو. أول سؤال يطرح نفسه ودائماً يتهم فيه الشاب السعودي وكثير بتويتر: تزوجك أمك ولا أنت تتزوج؟ تخطب لك أمك ولا أنت تخطب لنفسك؟ وبكل صراحة وشفافية يا شباب، تفضل. يلا بدأ القصف. أنا مع اختيار الزوجة بنفسي. تختار أنت زوجتك؟ نعم. أكيد. نسأل أصدقائك شيء، نشوف تصريحاتك خارج الاستديو ولا ما يحتاج؟ لا ما يحتاج تصريحاتي. طيب جميل. طيب ليش تبي تختار الزوجة أنت بنفسك؟ أنا أشوف أن أختار شريكة حياتي بنفسي أفضل. طيب يمكن أهلك مهم راضين أو ما يرضون أو ما يحبونها؟ لا، بأخذ رأيهم في الأول وأختار شريكة حياتي. طيب ليش تأخذ رأيهم؟ بأخذ رأيهم، ما أبغى أعصيهم وأتزوج. من أي ناحية؟ ليش أنت شايف أنه يعني لازم يعني رأيهم شيء أساسي في الموضوع؟ أكيد رأيهم مهم في النهاية. ما تحس أنه هذه حياتك أنت، المفروض أنت اللي تقرر، أنت اللي بالأخير تعيش معها ولا لا؟ لي حياتي، بس رضا الوالدين مهم. مين عنده وجهة نظر أخرى تشارك معنا؟ تخطب أنت بنفسك ولا تخلي أمك تخطب لك؟ أنا في البداية بخطب بنفسي يعني. إيه. وبس بخطب لنفسي يعني. طيب وإذا أمك يعني خل مثلا خواتك قالوا لا هذه مبزانة ما نبيها؟ بشوف الأسباب، إيش اللي الأسباب اللي خلتهم يقولوا عنها مبزانة. طيب وإذا أسباب مقنعة وأقنعوني فيها بخلي. أما إذا أسباب يعني غير مقنعة بأخذ برأي وبتزوج. تأخذ برأيك. إيه. والله جميل، أشجع من الأخ اللي جنبك. إيه أشجع. طيب من كمان عنده حاب يشارك؟ تفضل. بالنسبة لنفسي أنا اللي بخطب لنفسي. طيب وإذا أهلك قالوا مثلا ما عجبتنا لازم؟ لا مستحيل، هذه حياتي وأنا لازم أشوف الشيء الصح اللي لي، أنا اللي بعيش معه طول عمري يعني، ما راح أغلط زي غلطات بعض أهلنا أو شيء زي كذا. تمام يعني في بعضهم تزوج بالغصب، في بعضهم ندموا باقي عمرهم ومتحسفين الشيء. طيب هذا يمكن يقولوا لك مثلا أنه أنت حنا الحريم أعرف بالحريم، زي ما الرجال يقول حنا أعرف بالرجال. أنا الحين حياتنا تطورت كلها، ويمكنك ضارب بجدار ومدري إيش. لا حياتنا الحين تطورت، تفتحنا في أشياء كثيرة، فطبيعي أن الشخص الحين يتعرف على أكثر من واحدة ويشوف شركة حياته بنفسه، يجلس معها يعني سنين